الحقيقة يعني مثل هذا النظام لا يستبعد منه قتل الأبرياء، قتل الشباب، قتل الشهداء، فهو مستمر على هذه الجريمة ويمارسها منذ 33 عام. ونحن سنقدم العديد والعديد من الشهداء، ولن تضعفنا قوته ولن تفت من عضدنا، بل سنواصل، وكلما زدنا شهيد كلما هزينا عرش هذا الطاغية وهذا الظالم وكلما قرب زواله. وبإذن الله تعالى هذا هو أسبوع الحسم. أما موقف أبناء البيضاء فإنهم جميعا يدينوا القتلة، يدينوا المجرمين، يدينوا مثل هذه الأعمال الإجرامية، يدينوا من يوزع السلاح من أجل قتل أبناء البيضاء الأبرياء المسالمين، قتل هؤلاء الشباب، قتل أبناء المستقبل الذي لا يريد لهم، لا أحرم آبائهم من المستقبل ويريد أن يحرمهم أما بالقتل أو أن يظل حاكما عليهم. والسلام عليكم.